Ladies and gentlemen, this museum هذا المتحف tells the story of Israel. يحكي قصة إسرائيل. سيد الرئيس, we've just gone through لقد fast-paced visit through our قمت بزيارة سريعة النسق عبر ماضينا وحاضرنا, ونحن نسعى معا إلى أن نصيغ المستقبل. هناك يمكن أن ترى نصوصا للكتب المقدسة تعود إلى 2000 عام. هناك آثار تعود إلى 4000 عام, والمعابد التي نصلي فيها عندما كنا بعيدا عن أرضنا. لكن تاريخ إسرائيل ليس فقط تاريخ الماضي, ولكنه أرض عادت للحياة وعودة أهل البلد إلى بلدهم. شعب إسرائيل يعيش, ودولة إسرائيل تعيش, وهي ديمقراطية وجيش قوي واقتصاد قوي وشعب صامد. سيد الرئيس, على مدى سنوات إسرائيل كان لها أصدقاء كثر, لكن لم يكن لها أبدا ولن يكون لها صديق أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصداقة يعكسها الدعم القوي من الشعب الأمريكي, من الكونغرس والرئيس, من هاري ترومان إلى دونالد ترامب. شكرا سيد الرئيس ترامب على صداقتك للشعب اليهودي والدولة اليهودية. إننا نثمن بعمق هذا الموقف. التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أهم من أي وقت مضى. معا ينبغي أن نهزم من يتبنون الموت, ونسعى إلى إنقاذ الحياة والذين أيضا يحاولون القضاء على العالم المتحضر. وينبغي أن نكون نحن قادرين على هزيمة قوى الإرهاب. ينبغي أن ندين الأعمال الإرهابية سواء كانت في أوروبا أو أمريكا أو إسرائيل أو في أي مكان آخر. وكما قلت هذا الصباح سيد الرئيس, إن تمويل الإرهاب ينبغي أن يتوقف. الرئيس عباس أدان الهجمة على مانشستر, لكن هناك هجمات. القانون الفلسطيني ينبغي أن يتغير, والذي يدعم مثل هذه الأعمال. أتمنى أن الرئيس عباس يقرأ مبادئ الواضحة التي ندافع عنها اليوم. ينبغي أن نتوقف عن دعم الإرهاب وعن تمجيد الإرهابيين. ينبغي أن نسير على طريق السلام, وأن نسعى معا إلى تحقيق هذه الأهداف. أعتقد أننا قادرون معا على إحلال السلام بين العرب والفلسطينيين, لأن الخطر أيضا نقضي على التهديد الذي يأتي من إيران, والذي يتهدد منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. ولا شك لدي في أن الحرية سوف تهزم الخوف, وأن النور سيهزم الظلام, وقوى الطغيان أيضا ينبغي أن نقضي عليها. وتلك هي قصة إسرائيل, بلد تغلب على المصائب والمعاناة وظل أمله قائما. شكرا سيد الرئيس على هذه الزيارة التاريخية وعلى هذه الحركات.
الكريمة لقد أثرنا كثيرا ولمست هذه الكلمات والحركات مشاعرنا ونحن في هذا المتحف الرائع أنتم وزوجتكم السيدة الأولى أظهرتم التزاما تجاه إسرائيل ومستقبلها وأمنها وأنا أشكركم سيد الرئيس لدفاعكم عن الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة وفي كل مكان وأشكركم على دعمكم وصداقتكم الصادرة من القلب للشعب اليهودي والدولة اليهودية. شكرا سيد الرئيس ترامب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذا لطف منكم. And thank you to Prime Minister Netanyahu. وشكر لرئيس الوزراء بنجامين نتنياهو كما أود أن أشكر سارة على استضافتنا في ليلة الأمس في عشاء مميز جدا لا يمكن نسيانه. تحدثنا فيه عن كثير من القضايا ذات الأهمية. كما نشكر السفير ديفيد فريمان وزوجته على انضمامهم لنا مع مجموعة من الأصدقاء الذين أتوا من بلادنا إلى بلادكم تأكيدا على الرابط الوطيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أود أن أبدأ كلمتي اليوم عن طريق إرسال دعواتي وصلوات كل الشعب الأمريكي لضحايا هجوم مانشستر. أكيد أنكم شاهدتم الأمر المرعب الذي جرى. نرسل تعازينا إلى العائلات التي فقدت أحباءها وإصابات مريعة. أمر مؤسف جدا. العشرات من الأبرياء شباب ذبحوا بوحشية في هذا الهجوم البشع ضد الإنسانية. وأكرر بأن علينا أن نقضي على الإرهاب والتطرف وأن نمحو هذه الأيديولوجية الشريرة وأن نقوم بالدفاع عن وحماية شعوبنا وشعوب العالم. كل الدول المتمدنة المتحضرة يجب أن تتحد في هذا الجهد. هذه الرحلة ترتكز على هذا المبدأ، حشد أمم العالم وراء هدف واحد وهو هدف الإرهاب الذي يهدد العالم، وأن نقضي على هذه الأيديولوجية القميئة التي تنتشر بسرعة. إنه من الميزة أن نقف هنا في هذا المتحف الوطني في المدينة القدس العتيقة من أجل مخاطبة الشعب الإسرائيلي وكل شعوب الشرق الأوسط الذين يتوقون للأمن والازدهار والاستقرار. إن القدس هي مدينة مقدسة، هي مدينة جميلة، مدينة عريقة لا مثيل لها على وجه الكرة الأرضية. إرث عريق. الروابط الشعب اليهودي مع هذه الأرض المقدسة هي قديمة كالزمان وهي أبدية.
هم يرجعون إلى آلاف السنوات إلى حقبة النبي ديفيد والذي هو الآن هنا يعود بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض. يوم الأمس زرت السور القديم ورأيت مثابرة البشر، لقد شعرت بالتواضع بجانب الجدار وصليت في هذا وطلبت في هذا المكان المقدس الحكمة من الله، كما زرت وصليت في كنيسة القيامة وهو مكان يقدسه المسيحيين في كل أنحاء العالم، وقد أيضا قدست وأيضا ذكرت الآلاف من اليهود الذين قتلوا في الهولوكوست، وتعهدت هنالك في ذلك المكان ما أتعهد به مجددا هنا بأن العالم لن إسرائيل هي دليل على عظمة هذا الشعب، والرسالة التي يرسلها هذه الدولة هي رسالة الأمل. الشعب اليهودي قد عانى من الاضطهاد والقمع، وحتى أولئك الذين سعوا إلى أن يدمروهم لم ينجحوا، ولكنهم تحملوا، هذا الشعب تحمل وانتصر. أنا أقف رافعا القبة لقبعة الإنجازات الشعب اليهودي، وأعدكم بأن إدارتي سوف تقف دائما إلى جانب إسرائيل. شكرا جزيلا لكم. Through your hardships you have created one of the most abundant lands anywhere in the world. بإنشاء أرض land that is rich not only in history أي مكان في الدنيا ليس فقط بتقاليدها وعراقتها وإنما حتى بروحها. هذا المتحف الذي نحتشد فيه اليوم يقص لنا قصة هذه الروح من المعبد المقدس إلى مرتفعات المسايا. نرى هنالك دليلا وشهادة على الدين الذي دفعنا إلى الإيمان بمصيرنا والتغلب على يأسنا، وأن يبنون هنا في هذا المكان مستقبل لم يجرؤ حتى آخرون بأن يحلموا به. وإسرائيل ليس فقط دولة يهودية، حتى النخاع والتي تدرس أبنائها وتعلمهم الصلاة إلى الله على أرض أجدادهم، وهم يحبون هذه الأرض وهم يحبون الله، ولكن المسلمون والمسيحيون وجميع تابعي كل الأديان لهم حق الحياة والحق الاعتقاد وأن يصبوا إلى أحلامهم هنا في هذا المكان. اليوم ومحتشدين مع الأصدقاء أدعو الجميع يهودا ومسيحيين ومسلمون ومن كل الأديان ومن كل القبائل ومن كل الطوائف أن تستلهم الإلهام من هذه المدينة لتضع جانبا خلافاتهم الطائفية، للتغلب على القمع والكراهية، ولإعطاء كل الأطفال الأمل والكرامة. في وقت مبكر من هذا الأسبوع تحدثت في قمة تاريخية في المملكة العربية السعودية، وقد استضافني الملك سلمان رجل حكيم جدا، وهنالك حثثت أصدقائنا في العالم الإسلامي أن ينضموا لنا لخلق الاستقرار والأمن والسلام، وأنا حقيقة تشجعت
سمعت من الرغبة الكبيرة من القادة الذين تجمعهم نفس هذه المبادئ والأفكار. لا يمكن للنزاع أن يستمر إلى الأبد، ولكن السؤال هو متى ستقرر هذه الأمم أنها اكتفت من سفك الدماء والقتل؟ هذه القمة التاريخية فتحت فرصة جديدة أمام شعوب الشرق الأوسط لتغلب على الطائفية والخلاف ومقاتلة الإرهاب وإيجاد أرضية مشتركة ومسؤولية مشتركة من أجل صنع مستقبل هذه المنطقة، وتصبح هذه المنطقة أفضل بكثير مما هي عليه حالا الآن. التغيير يجب أن يحصل من الداخل وفقط من الداخل. لا يمكن، لا يود أب أو أم من ابنه أن يكبر في عالم يصول ويجول فيه الإرهابيين. أطفال المدارس يذبحون والأحباء يختطفون. لا يولد أي طفل بأفكار مسبقة وكراهية في قلبه. لا يمكن لأمة متحضرة أن تتقبل قتل الأبرياء باستخدام أسلحة كيميائية. إن رسالتي إلى تلك القمة كان نفس الرسالة التي أحملها لكم اليوم. علينا أن نبني تحالفا من شركاء تجمعهم هدف واحد، وهو القضاء على العنف والإرهاب، وأن نعطي أبناءنا مستقبلا مزدهرا ومستقبلا رائعا. يجب علينا أن دول الشرق الأوسط أن تدرك الدور الحيوي لدولة إسرائيل. وبالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتعهد أن نقف إلى جانبكم والدفاع عن قيمنا المشتركة، حتى نستطيع سويا هزيمة الإرهاب وخلق السلام والأمن لكل أبنائنا. الإسرائيليين قد اختبروا الكره وعنف العنف المتطرف. الإسرائيليين أعدموا وقتلوا من قبل الإرهابيين باستخدام القنابل الأسلحة. حماس وحزب الله تطلق الصواريخ على المجتمعات الإسرائيلية، حيث يذهب طلاب المدارس ويتعلمون على كيفية الهروب إلى الملاجئ بعد سماع صفارات الإنذار بسرعة. التنظيم الدولة يستهدف الكنائس الإسرائيلية والمجتمعات وإيران تنادي دائما بدمار إسرائيل، ولكن أقول لهم ليس ودونالد ترامب في سدة الحكم. شكرا جزيلا. I like you too. أنا أيضا أحبكم. Despite these challenges, بالرغم من هذه التحديات، إسرائيل تزدهر كأمة ذات سيادة، ولا يمكن لأي كيان دولي أن يشكك بالإسهامات التي تقدمها إسرائيل للمنطقة وللعالم أجمع. اليوم دعونا نصلي للسلام ولمستقبل أكثر أملا في كل الشرق الأوسط. هنالك من يمثلون خيارا خاطئا، الذين يقيرون ما بين دعم إسرائيل ودعم العرب والمسلمين الأمم المسلمة في المنطقة. هذا أمر خاطئ تماما. كل الشعوب المحترمة تود أن تعيش بكرامة وبإنسانية بعيدا عن تهديد الإرهاب. الأمم المتنوعة يمكنها أن تتوحد على حماية الكرامة الإنسانية وللارتقاء بالازدهار
والاستقرار في المنطقة. إدارة ملتزمة بالسعي لإنجاز التحالف، هذا التحالف، وقد حققنا تقدما كبيرا في هذه الجولة وهذه الزيارة. نحن نعرف على سبيل المثال بأن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين يسعون أملا مستقبلا أفضل لأبنائهم، ونعرف بأن السلم ممكن إذا وضعنا وراء ظهرنا خلافات المستقبل الماضي، وإذا عزمنا على حل هذه الأزمة والتي جرتنا إلى الخلف لنصف قرن أو يزيد. وقد قلت شخصيا بأنني ملتزم لمساعدة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الوصول إلى اتفاق سلام، وعقدت اجتماعا في هذا الصباح مع الرئيس عباس، وتأكدت بأن الفلسطينيين مستعدين للسلام، هم جاهزون للوصول أو لمد أيدي السلام. وأنا بلقائي مع صديقي المقرب نتنياهو أقول لكم بأنه أيضا يسعى للسلام ويود السلام، هو يحب الناس وخاصة يحب الشعب الإسرائيلي. نتنياهو، بنجامين نتنياهو، يريد السلام، لكن صنع السلام لن يكون عملا سهلا. نعرف بأن كل الطرفين عليهم اتخاذ قرارات صعبة، ولكن بالعزيمة وبالتنازلات يمكن أن يتحقق السلام. الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنهم الوصول إلى اتفاق، ولكن وحتى مع عمل اتجاه السلام علينا أن نبني ونعزز دفاعاتنا للدفاع عن أممنا. والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمنع إيران من صنع السلاح النووي وإيقاف دعمهم للإرهاب وللشرور. إذن نحن نقول لكم الآن بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. شراكة إسرائيل وأمريكا هي أقوى من أي وقت كان، ومع إدارتي سوف تشهدون وترون الفرق، فرق كبير شاسع. في الختام، منظومة دفاع القبة الحديدية التي تبقي الشعب الإسرائيلي آمنا من الصواريخ متوسطة المدى التي يطلقها حزب الله وحماس وديفيد سلينج والصواريخ المتوسطة المدى، أملي هو بأنه في يوم ما في وقت قريب الأطفال الإسرائيليين لن يتحتم عليهم الهروع تجاه الملاجئ خوفا عندما تطلق صفارات الإنذار. وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية فخورة بأن طيارو سلاح الجو الإسرائيلي يطيرون ويحلقون بالطائرات 35 الجديدة الأمريكية. لا شيء أفضل من هؤلاء الطيارين للدفاع عن أمتهم، ومن الرائع أن نرى هذه الطيارات القوية في أجواء إسرائيل مؤخرا مع احتفائنا بالذكرى 65 لتأسيس دولة إسرائيل واستقلال إسرائيل. ولكن وحتى ومع تعزيزنا لشراكتنا، دعونا نائما نتذكر مثلنا العليا، دعونا لا ننسى بأن الرابط ما بين أمتينا هو منسوج بقوة في قلوب شعوبنا، وحب الحرية والكرامة والأمل لكل رجل وامرأة. دعونا نحلم بمستقبل حيث اليهود والأطفال المسيحيين والمسلمين يكبرون سويا ويعيشون سويا بانسجام وتسامح واحترام. القيم
التي تمثلها إسرائيل ألهمت الملايين والملايين من الناس في جميع أنحاء العالم القناعات. قناعات ثيودور هيرتزل لا تزال قائمة اليوم. فمهما حاولنا فإذا هذه المثل وهذه القناعات سوف تعمل لصالح كل البشرية. ومع وقوفنا في القدس نرى حجاج كل الشعوب تأتي إلى هذه الأرض المقدسة. اليهود يصلون من قلوبهم في الجدار الشرقي في القدس، والمسيحيون يصلون في الكنيسة القديمة، والمصلون يستجيبون لدعوة الصلاة والأذان في مواقعهم المقدسة. هذه المدينة وبخلاف أي مدينة أخرى في العالم تكشف طوق القلوب البشرية لعبادة الله. القدس تمثل تذكارا بأن الحياة يمكن أن تزدهر ضد كل الحسابات. عندما ننظر في هذه المدينة الجميلة الرائعة ونرى شعوب كل الأديان منخرطة في عباداتها، وأطفال المدارس يتعلمون جنبا إلى جنب، والنساء والأطفال يساعدون المعوزين، نرى بأن وعد الله للتعافي قد جلب الخير للعديد من الناس. نحن نرى بأن شعوب هذه المنطقة كان عليهم شجاعة التغلب على القمع وظلم الماضي، وأن يعيشوا بالحرية التي يريدها الله لكل كل إنسان على وجه الأرض. اليوم في القدس نصلي ونأمل بأن شعوب العالم سوف تكون قادرة على العيش دون خوف، وأن تحلم دون حدود، وأن لا تزدهر من دون عنف. أنا أطلب من أرض هذه الأرض الموعودة أن تقف إلى صف للتصدي لعدونا المشترك وللوقوف لأجل كرامة كل ابن من أبناء الله. شكرا لكم، وبارك الله بكم، وبارك الله في إسرائيل، وبارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم. شكرا.